وحدة سولو ومرة بالرجل. بالعكس انا حاضره من خلال انني يلا ساليت الماستر ديالي ديال السينما الوثائقيه، يعني دونك كنت كنقرا، ولكن هذا ماشي غياب، او كونترير هو تاكيد لحضور في مجال اخر كممثله. انا حاضره في المسرح، كنت حاضره في التلفازه من خلال برنامج ستاند اب، اللي هو برنامج ما سهلش، يعني برنامج اللي كيعطي فرصه للشباب، ويعني كاين مجموعه من الشباب اللي منظمين هذا المهرجان كانوا مروا من كوميديا، يعني اللي كنت ايضا عضو لجنه التحكيم فيه. دونك يعني ما غايباش، او كونترير حاضره، وحاضره بطريقه اخرى. الجديد ديالي هو انني وليت كندير الاخراج السينمائي، دونك وعملت اخراج ديال 4 الافلام وثائقيه، وكاين واحد الفيلم الان غادي يشارك في مهرجان إسنيمورغ للسينما، الفيلم الامازيغي، مهرجان الدولي للفيلم الامازيغي باكادير، وكاين فيلم سميتو ثربات نواضو، بنت الريح، على فتاة اللي كدير أحيدوس، شابة من مدينة والماس. وكاين فيلم آخر سميتو لو ديرني فواياج، السفر الأخير درتو على الوالد ديالي الله يرحمه. غنقول لهم كل واحد يعني حر في اللباس ديالو، كل واحد يعني دي مومو انه ما كيقيس حتى شي واحد اخر، يعني كما انا ما كندخلش في اللباس ديالهم. ظن بان اللباس دابا ولا كيتخلق من والو، يعني انا شخصيا ما عمري ما حاولت نخلق اللباس، ولكن كان ديما كيتخلق، دونك ما عرفتش، ربما البوز كيخلق واحد كثرة المشاهدة، ياك لي في بزاف لي في سي سا. هذا رمضان، هذا لا، ولكن العام الجاي غتشوفوني. الممثل الشغل ديالو هو انه يلعب ادوار، يعني كياخذها من الواقع. انا كيعجبني يعني الادوار القريبه من الناس، القريبه من بزاف من الناس. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.